نتحول الآن إلى دبي، حيث تواصلت أعمال معرض جايتكس الدولي وسط إقبال كثيف من الحضور للتعرف على أحدث ما وصلت إليه التقنية العالمية الحديثة والاختراعات الغريبة والمفيدة. جناح مملكة البحرين جذب العديد من الزوار بما يحتويه من تنوع في الشركات والمؤسسات، خاصة التي تهتم بمستقبل الإنترنت. تتواصل فعاليات أسبوع جايتكس للتقنية في دورته 33 تحت شعار مستقبل الإنترنت لكل شيء، بمشاركة نحو 80% من أبرز شركات تقنية المعلومات وأهمها في العالم. احنا كشركة ورك سمارت يهمنا نجاح فعالية جايتكس من هالمنطلق، الشركات البحرينية تتقابل مع شركات مماثلة لها في دول ثانية، فكان الاتفاقية الأولى اليوم صارت مع الشركات الهندية، وايضا كان عندنا مجموعه من هونغ كونغ. هونغ كونغ ايضا من الدول التي تخدم قطاع كبير في مجال تقنيه المعلومات، خصوصا بقربها للصين، فايضا تم الاتفاق على شيء مشابه في هذا المجال. حيث شهد الجناح البحريني في معرض جايتكس زيارات وفود ولقاءات عمل من عده جهات، منها الوفود الأردنية والمغربية والفرنسية، بينما نظم عدد من المشاركين في الجناح الوطني البحريني عدة زيارات إلى عدد من الأجنحة لدول أخرى مشاركة في المعرض، بهدف فتح أبواب أسواق استثمارية جديدة والتعرف على ما توصلت إليه هذه الشركات من خدمات وابتكارات تقنية. بوجودنا هنا احنا نتعرف على ايضا الشركات الاخرى الموجوده، سواء كانت بحرينيه او من الدول الاخرى او الشركات العالميه، وايضا نكون رتبنا معاهم اجتماعات مسبقه بحيث ان نطلعهم على قدراتنا ونطلع على المنتجات مالتهم. وفي النهايه وجودنا هنا ايضا يدعم موقفنا مع هاي الشركات، لان يزورونا ويشوفونا ان احنا موجودين في معرض البحرين، يعرفون ان عندنا قدرات وعندنا قدرات تسويقيه وعندنا قدرات داخليه، فينظرون لنا كشركة لها حجم ووزن في سوق البحرين. فيما عقد مجلس التنمية الاقتصادية العديد من لقاءات عمل مع جهات مثل مجلس تشجيع الصادرات الصناعية التقنية الهندي وشركات مثل هواوي الصينية وغيرها. شركة أبرار للاستشارات صار لها في حدود 3 سنين في السوق البحرين. احنا جايين الجايتكس ندعم دورة مملكة البحرين في حضورها في مثل هالمناسبات، بحيث تبرز الشركات البحرينية الموجودة وتتعرف على خبرات جديدة، وتكون تهدف إلى جلب بعض التكنولوجيا الموجودة في السوق. ويوفر الجناح البحريني أيضا فرصة للقاء الشركات البحرينية مع بعضها البعض، بما يمكنها من الدخول في شراكات تكاملية مثمرة. إذن هي المنصة الأهم وبوابة دخول العلامات التجارية الكبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الشرق الأوسط، وهذا ما تسعى إليه مملكة البحرين في جايتكس هذا العام. لتلفزيون البحرين، إيمان المصري، دبي.